من رزقه الله ببنت فليكرمها، فالبنات ذخائر من رحمة ولطائف من نور، هن المؤنسات الغاليات. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا بلغه أن أحد أصحابه رزق ببنت قال: بشروه وأخبروه أن الأنبياء آباء بنات، فلا يزال الرجل عقيما من الذرية حتى يوهب البنات وإن كان له 100 من الأبناء. إن البيوت إذا البنات نزلن بها مثل السماء إذا تزينت بنجومها، هن الحياة إذا الشرور تلاطمت وإلى الفؤاد تسللت بنجومها. لو كان بين إخوة يوسف أخوات بنات لدافعن عنه ووضعنه في أعماق القلب لا في أعماق الجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. فلا أنس في الدنيا ولا رقة ولا حنان من غير بنات، فأكرموا بناتكن فإنهن أعمدة البيوت وجمالها.